السلام عليكم. الإعجاز العلمي في السنة النبوية هو مصطلح يشير إلى الإشارات العلمية الواردة في السنة النبوية للنبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولم تكن هذه التعليم والسنن عن الهوى، وإنما كانت وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اليوم أنا لا أتحدث في السنة، وإنما شعرت برغبة في أن أشارككم ببعض السنن المفيدة والتي يمكن جميعنا الاستفادة من تطبيقها، خاصة وأن الاكتشافات العلمية المختلفة التي تظهر في السنوات الأخيرة واكتشاف الإنسان لحقائق علمية لم تكن معروفة في الماضي، ظهرت صور ودلائل تبين وتؤكد صحة ما كان ينطق به محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بل وبدأ الغرب في تطبيق بعض هذه التعاليم لما اكتشفوه فيها من فائدة عظيمة. سأبدأ بالحجامة التي تعرضت في فترات لظلم كبير، وبعد عقود من الزمان اعترف الطب الحديث بها كأحد أفضل طرق العلاج للعديد من الأمراض، وأحد أهم طرق تنشيط الجسم والدورة الدموية دون أثار جانبية وبأقل التكاليف الممكنة. صارت هذه السنة النبوية متواجدة ومتاحة في العديد من المراكز الطبية في مختلف أنحاء العالم، حتى أن العالم أجمع لاحظ خلال العديد من بطولات الأولمبياد البقعة الحمراء نتيجة الخضوع للحجامة على كتف السباح مايكل فيليبس، واحد من أعظم رياضيي الأولمبياد في التاريخ والحائز على 28 ميدالية أولمبية منها 23 ذهبية، وتبين أنه كان يخضع لها باستمرار لتعزيز تدفق الدم وتخفيف الآلام والمساعدة في علاج الإجهاد البدني الناتج عن التدريب المستمر والمشاركة في المنافسات. وهناك العديد من الرياضيين الآن يلجؤون إلى الحجامة، حتى أن لاعب الجمباز الأمريكي أليكس نادور قال لصحيفة USA Today أن الحجامة أفضل من جميع الطرق الأخرى التي أنفق عليها الأموال، وقال هي سر احتفاظي بنشاطي الصحي هذا العام، وقال إنها طريقة حافظته من آلام كثيرة. حتى نجوم ومشاهير هوليوود لجأوا إلى الحجامة كالممثلة الأمريكية جينيفر أنستون، جاستن بيبر، جيسيكا سيمبسون، التي لجأت إلى الحجامة لعلاج أقدامها المنتفخة. ولكني أيضاً أؤكد على أهمية إجراء الحجامة تحت إشراف طبي كامل ومن خلال الأشخاص المؤهلين والمعتمدين من الدولة. أيضاً حذر النبي عليه الصلاة والسلام من مرض السمنة والبدانة، حيث قال ما ملأ ابن آدم وعاءً أشر من بطنه، كما وضع عليه الصلاة والسلام منهجاً واضحاً في التغذية السليمة حينما قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ودعوته لنا بالمواظبة على سنن الصيام طوال العام بجانب صيام شهر رمضان لما له من فوائد صحية كبيرة. أثبت العلم الحديث أن السمنة والبدانة وما نأكله وأساليب الغذاء الخاطئة هم سبب كافة أمراض العصر من سكر وضغط وأمراض قلب وشرايين. هناك العديد من الأنظمة الغذائية العلاجية وإنقاص الوزن في الغرب الآن تعتمد على أنظمة تكاد تطابق صيامنا، وتعتمد الأكل خلال 8 ساعات فقط والامتناع عن الطعام باقي ساعات اليوم. أكدت دراسات عالمية كثيرة أن الصوم بانتظام يساعد في علاج العديد من الأمراض المزمنة التي تم تعريفها من منظمة الصحة العالمية بأنها الأمراض التي تدوم فترات طويلة وتتطور بصورة بطيئة، مثل السكري والقلب والسكتة الدماغية والأمراض التنفسية المزمنة والأمراض العصبية كالزهايمر وباركنسون، حفظنا الله منها وإياكم. روى أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا، أي نمشي حفاة القدمين أحيانا. وفي بحث علمي وفي تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أكدوا على أن معظم الذين يعانون من ألم القدمين هو بسبب لبس الحذاء الدائم، والعلاج المثالي هو المشي حافي القدمين ولو ربع ساعة يوميا. يقول الباحثون أن المشي بهذه الطريقة على العشب أو الخشب أو التراب ينشط الأوعية الدموية ويحافظ على الشكل الطبيعي للقدم ويقوي عضلات الساق ويهدئ النظام العصبي وينشط مراكز حيوية في أسفل القدمين، مما يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وعلاج الدوالي. أيضا أكد النبي عليه الصلاة والسلام على استخدام السواك بقوله ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أثبت الطب الحديث أن التركيب الكيميائي للسواك يحتوي على أكثر المواد فائدة لصحة ووقاية اللثة والأسنان، واحتواء السواك على مضادات طبيعية ضد البكتيريا المسببة للتسوس ورائحة الفم الكريهة.
وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عن الطاعون: إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوا عليها، وإذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وهو ما يسمى في عصرنا الحاضر بالحجر الصحي الذي أخذت به أعرق دول العالم وأكثرها تقدماً كحل في أزمة الكورونا التي نواجهها جميعاً. وقد سلط تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية الضوء على تعليم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس الكورونا. السنة النبوية بحر واسع لا يمكننا حصرها في لقاء واحد أو في عدة لقاءات، ولكن هذه بعض المختارات التي أتمنى أن تكون قد أفادتكم. وأختم بالصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والله يحفظكم ويحفظ غنيكم.